في كل مشاهدي القناة الوطنية الثانية. مؤشرات الخاصة بولاية تطاوين وخاصة سؤال ضيفك. بالنسبة للمؤشرات إلهام، لابد من الحديث على مسألة مهمة جدا قبل المؤشرات. بالنسبة لولاية تطاوين في مختلف معتمدياتها وفي كل معتمدياتها عدد كبير من المعطلين والباحثين على العمل في مختلف المستويات التكوينية، سواء خارجي المراكز التكوين المهني أو خريجي المؤسسات الجامعية أو الباحثين على العمل بشكل آخر. ولكن مسألة مهمة لابد من الحديث عنها، وما دام وزير التكوين المهني والتشغيل متواجد في الاستوديو، بالنسبه لمكاتب التشغيل في ولايه تطاوين، نعرف ولايه تطاوين ولايه شاسعه جدا، مكتب تشغيل وحيد في ولايه تطاوين. تصور باحث عن العمل او معطل في منطقه ذهيبه او في رماده او في السمار او في غمرسه او في البير الاحمر يتنقل عشرات الكيلومترات، بالنسبه للباحث عن عمل في ذهيبه يتنقل 130 كيلومتر ذهابا و 130 كيلومتر ايابا حتى يجي المكتب التشغيل في مدينه تطاوين ليسجل نفسه ويتابع هذا التسجيل. والامر كذلك بالنسبه للرماده 80 كيلومتر ذهابا وايابا معك 160 كيلومتر. هذه مساله مهمه جدا بالنسبه للباحثين على العمل. كذلك مساله اخرى بالنسبه للنسيج التكوين المهني في ولايه تطاوين، صراحه فيه مجموعه من النقائص التي لا تتماشى، هذه النقائص لا تتماشى مع ما هو متوفر في ولايه تطاوين، خاصه على مستوى الشركات البترولية المنتشرة في صحراء ولاية تطاوين، وكذلك المشكل في القطاع الفلاحي والإشكاليات العقارية ومراكز التكوين المختصة في القطاع الفلاحي. هذه مسائل مهمة لابد من الحديث عنها. ولكن كذلك بطبيعة الحال معنا ضيفنا وهو صديقنا سيد محمد بوفلغة، وهو ناشط سياسي وجمعياتي، باش يحدثنا في السياق هذا خاصة على مستوى الشركات البترولية والقطاع النفطي في ولاية تطاوين. فقط خميس فقط نعم إلهام توقيت، لانه معناتها الضيوف باش يجاوبوا على مجموعه من الاسئله. باهي شكرا لك. في دقيقه يا الهام، تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص القطاع النفطي في ولايه تطاوين، لابد من احداث مركز تكوين مهني فيه جميع الاختصاصات التي لها علاقه من قريب ومن بعيد بقطاع النفط. كذلك نطالب كشباب تطاوين باحداث مدرسه عليا للمهندسين في اختصاص البترول، لان هذا القطاع في الحقيقة يشكو الكثير من الخوار في البلاد التونسية ولا بد من تطهيره في القريب العاجل. بالنسبة فيما يخص كذلك المعايير المعتمدة في الانتداب بالوظيفة العمومية، لا بد من مراجعة المقياس الذي يهتم بالحالة الاجتماعية، لأن كان فيه عدة تجاوزات في العهد البائد، ما كانتش فما مصداقية في عطيان الكوارث البيض وكذا، ومنا كانت بالمحسوبية وكل شيء سواء قبل الثورة ولا بعد الثورة. كذلك نحب نعرج على مسألة منحة أمل. منحة أمل علاش فما عباد خدمة قبل وثبت على أرواح في السي ان اس اس باش تحصل جيست على بطاقة علاج، يتم حرمانها بعد ما ولت عاطلة على العمل من المنحة هذه. كذلك هناك مطلب رئيسي ومطلب أساسي طالبت به الثورة، هو تطهير الولاية وجميع الإدارات الجهوية من رموز الفساد اللي ما زالت فاعلة إلى حد اليوم، بل زادت في ذلك كأن ثورة لم تحصل في تونس، وهذه باش تكون معرقل أساسي أمام التنمية في الجهات. يعطيك الصحة سيد محمد الفلغة، ناشط سياسي وجمعياتي بولاية تطاوين. هكا أقل من دقيقة إلهام، ولكن لابد من الإشارة كما ذكرت إلهام إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة للمطلب اللي يتحدث عليه محمد الخاص بإحداث مركز تكوين في الأنشطة البترولية ومشتقات الموضوع هذايا، وخاصة كذلك على مستوى المدرسة الوطنية للمهندسين، لأن عديد الشبان في ولاية تطاوين عائق كبير أمامهم للالتحاق للعمل في هذه المؤسسات النفطية والشركات النفطية المتواجدة في ولاية تطاوين، هو عائق التكوين واللي بطبيعة الحال يكون عائق ما يلتحقوش بالمراكز هذه، وباعتبار أن القطاع هذايا هو فيه فرصة كبيرة للتشغيل وللاستثمار في كل المجالات. شكرا لك خميس، زميلنا خميس بوبتان من تطاوين. الإجابة مباشرة من قبلك سيد الوزير، وكذلك باش نحكي شوية على البي تي اس. أسئلة عديدة، نجاوب على مكتب التشغيل بتاع تطاوين فقط مثلا. قولوا احنا احنا سجلنا هذا، تبقى فقط احنا نحبوا من هنا في صعدا، يعني ان مكاتب التشغيل هذه مش نفعلوها بشكل ان فعلا تكون مفيده وتكون ان المواطن تصبح هي حاضنه فعلا لكل طلبه الشغل وتفعلها وستقوم بكل ما يطلب منها في هذه المرحله الدقيقه. واحنا
كل رؤساء مكتب التشغيل والموظفين ومستشاري التشغيل متحمسين لهذا العمل، وسيلحظ المواطن التونسي اليوم أن مكاتب التشغيل لم تعد كما كانت من قبل، لأن أصبحت مكاتب التشغيل متساوقة مع استحقاقات الثورة، والهذوم عبر عليها الموظفين بيدهم ومشي يفعلوا هذا الاتجاه. مركز التكوين المهني في قطاع النفط، هذا مقترح نسجله، وأنا فقط نقول أن بالنسبة للمناطق الجنوبية اللي في الجنوب موجودة كتطاوين وابتداء حتى من جرديس إلى غير ذلك، والمناطق الحدودية نعرف الوضع في ليبيا حاليا، ثم عملية أعمار ستقع في ليبيا، وهناك برنامج قاعدين نفكروا فيه وهو خلق العديد من مراكز التكوين اللي تقوم بتكوين أبناء الجهة والبعض التونسيين عموما الذين سيقع تكوينهم لتشغيل مباشرة في شركات يمكن أجنبية في البترول وغيره قد تتصف في ليبيا، أو حتى في شركات تونسية ستعمل في ليبيا. وهذه المراكز التكوين سيقع بعثها لا محالة إن شاء الله في القريب العاجل في الجنوب بعلاقة مع إمكانية التشغيل. نعم. شكرا لك سي عبد الوهاب. باش نمشيو مباشرة إلى ربط المباشر من ولاية صفاقس مع زميلنا قيس. مساء الخير قيس.